الدنيا دي يعني هتزول زي ما الكابتن علاء قال. طيب معانا كابتن وجيه احمد نائب رئيس لجنه الحكام، اهلا بيك يا كابتن. انا برحب بك كابتن عبد الحميد وبرحب بالكابتن علاء. كابتن وجيه ازاي؟ ازيك يا كابتن؟ ازاي حضرتك؟ كابتن مصر يا كابتن حبيبي، ربنا يخليك كابتن، منور قناه الاهلي. ربنا يخليك كابتن، التوفيق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا رب. يعني كلمني عن الطاقم التحكيم النرويجي غدا ان شاء الله، حكام يعني كلمنا عنهم، ادينا تفاصيل عنهم كابتن وجيه من وجهه نظر حضرتك. اولا الحكم النرويجي سين اوتفار ده من ضمن الحكام اللي دخلوا القائمه الدوليه 2005، يعني النهارده في 2017، يعني بقاله 12 سنه في القائمه الدوليه، عنده 38 سنه. بيشتغل مسعف في احدى مستشفيات النرويج. شارك في نهائيات كاس العالم تحت 17 سنه، وادار العديد من المباريات المهمه في دوري ابطال اوروبا، بايرن ميونخ واولمبيك مارسيليا، وانتهت فوز بايرن ميونخ 3-0، وادار في نفس العام نفسه مباراه ربع النهائي بين ريال مدريد مع جالاتا سراي. حكم من ضمن الحكام المشهود له بالكفاءه، يمكن في دار مباراه مهمه والحساسه اللي بين ايطاليا والتشيك، اللي كان اللي هيكسب فيهم يروح كاس العالم 2014، وحقيقه ادارها بشكل مميز. معروف باستخدام البطاقات الصفراء والحمراء. ما حضر لمصر مره واحده، اللي هي مباراه الاهلي والزمالك من سنتين تقريبا، وانتهت المباراه 0-0 يعني. تمام يا كابتن، يعني اعتقد ان اخر مباراه برضه يعني اخر مباراه ادارها في الدوري السعودي كان بين ماتش اهلي جده مع الوحده السعودي في الدوري السعودي، يمكن دي من شهور بسيطه. الحقيقه هو حكم من ضمن الحكام الكبار، بس انا عايز انبه الفريقين واكلمهم واقول لهم ده حكم سريع استخدام البطاقات. حلو. يستخدم الكارت الاصفر والكارت الاحمر في بغايه السرعه، بيطبق القانون بشكل حازم. فمش عايزين اللعيبه، عايزين اللعيبه كلها تتفرغ للاداء الفني وتتفرغ للتعليمات اللي واخدينها من الاجهزه الفنيه عشان يقدروا يؤدوا بشكل مميز. وانا بقول اهم حاجه للفرقتين، سمعه مصر بين ايديكم، الناس كلها بتتفرج على المباراه، عايزين المباراه تخرج بشكل نموذجي بشكل مشرف للكره المصريه. مين يكسب؟ اللي يكسب نبارك له، واللي يخسر هارد لك، وان شاء الله كل التوفيق للفريقين يعملوا مباراه تليق باسم مصر. حلو قوي يا كابتن وجيه، يعني حته الحكم يعني عنده او سريع في استخدام الكروت الحمراء والصفراء، يعني اعتقد ان هو حاجه مناسبه للمباراه الحساسه دي، وبرضه هو لازم يفهم ان هو هيدير مباراه حساسه جدا جدا. يعني اعتقد الحكم دلوقتي ما بقيناش زي زمان، الحكم بيخش على النت وبيشوف موقف الفريقين وبيشوف المباراه دي حساسه ازاي، وبيرجع واحيانا بيكلم السفاره بتاعته، السفاره بتاعته بتديله تقرير عن المباراه، والمباراه قويه ومباراه حساسه ومباراه مهمه. كل دي عوامل الحكم بيقدر يعرف المباراه اللي بيقدر يديرها او جو المباراه اللي بيقدر بيلعب فيها. عشان كده انا بقول لك ما بقيناش زي زمان، الحكم دلوقتي بيخش يعرف تاريخ الفرقتين، تاريخ الاهلي وتاريخ المصري، مستوى الفرقتين، الاداء، نتيجه المباراه دي هتاثر على ايه، مستوى الفرقتين في الدوري، كل الحاجات دي معروفه كابتن دلوقتي من خلال الانترنت، وايضا يعني وسيله من ضمن الوسائل، بدليل ان احنا ما نكون بنلعب في افريقيا اهلي زمالك اسماعيلي، بنرجع للسفاره المصريه اللي موجوده أكيد. في نفس البلد، وبناخد منها شرايط المباراه، او اذا كان في حد يعني فني في الكوره ممكن بنرجع له ونعرف منه بعض الاداء الفني والمهاري من كل فريق او من كل الفرق اللي احنا رايحين نلعبها. يعني اكيد يا كابتن، يعني اعتقد ان مصر كلها اتفقت ان لازم يكون في حكم اجنبي لهذه المباراه تحديدا الاهلي والمصري، واعتقد ان ده رفع الحرج عن لجنه التحكيم. والله كابتن انا شايف ان الحكم المصري كان قادر ان يدير هذه المباراه، يعني عشان الظروف يا كابتن وجيه اللي احنا فيها. انا شايف ان الحكام المصريين، والله يا كابتن عبد الحميد ويا كابتن علاء، الحكام المصريين كانوا مستعدين للمباراه، ولكن ما دام في تعليمات من الاتحاد المصري لكره القدم باسناد هذه المباراه لطاقم تحكيم اجنبي، طبعا لان احنا لجنه من ضمن لجان الاتحاد بننفذ تعليمات الاتحاد المصري لكره القدم، اهم حاجه ان شاء الله ان الفرقتين يرفعوا
اسم مصر والمباراه تخرج بشكل يليق بسمعه الكره المصريه. اكيد كابتن وجيه احمد الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنه التحكيم، شكرا جدا لحضرتك وكل التوفيق لحكامنا المصريين.